ماذا بعد عن السلالات اللي بدأت تظهر في العالم؟ لأنه النهاردة والله احنا في مخاوف من هذه السلالات. ايوه يعني او التحورات اللي حصلت دي طبعا حاجه عجيبه جدا، ولازم يبقى في حذر شديد ومتابعه للسلالات او التحورات اللي عندنا برضو. فده بيبقى محتاج دراسات وفحص مستمر للحالات اللي بتجيلنا من بره، والحالات برضو اللي بتبقى يعني مثلا احنا بنقول انها بدات تبقى في الاسر ومنتشره اكتر، ففي ظواهر جديده لازم ان احنا نتابعها، مش بس طبيا ولكن ايضا بفحص نوع الفيروس اللي موجود ده، هل هو مشابه للي ظهر في انجلترا ولا في جنوب افريقيا ولا في نيجيريا ولا في اليابان. فلازم ان يبقى في متابعه مستمره لنوع الفيروسات اللي موجوده ومنتشره عندنا. لا هل احنا حضرتك بتقولي حصل زي ما حضرتك قلت ان التطعيمات مش فارقه بالنسبه لها لغايه دلوقتي نوع التحور، وهي يعني باذن الله هتكون مؤثره. هل حصل عندنا تحور؟ انا ما اقدرش اقول كده غير لما يكون في دلائل معمليه تقول ان الفيروس فيه تحور. فهو ما فيش ما جدش علينا ان احنا عرفنا هذا الموضوع. طيب النهارده ايضا السيناريوهات اللي احنا نشتغل عليها خلال هذه المرحله، واحنا خلاص كل الناس دلوقتي بقت، ولكن ايضا مع هذا التحور اللي حصل، وصل اليابان في انتشر النهارده في اكتر من دوله التحور، وزي احنا بنقول عليها سلالات، حضراتكم كمتخصصين بتقول عليها تحور. ايوه ما فيش في ايدينا غير ان احنا نعمل المواجهه للفيروس بالزياده شويه، الاجراءات الاحترازيه اللي هي تبقى مستمره، كل طرق الوقايه تتم. اول ما التطعيم يجي لنا لازم كلنا نسعى ان احنا ناخد التطعيم. المستشفيات والمستشفيات العزل وكده لازم تكون جاهزه وفيها كل الاجراءات اللازمه للمرضى. واحنا حوالينا شايفين ان بعض الحالات لما بتبقى في البيت وبتاخد العلاج في المنزل الحمد لله بتستجيب. فأيوة الحالات كتيرة جدا، لكن في حالات كتيرة برضو بتستجيب للعلاج وفيها يعني بالشفاء إن شاء الله. إيه المقلق بالنسبة لنا دكتورة؟ إيه أكتر حاجة تقلقنا النهاردة؟ الانتشار السريع طبعا، وإن الحالات تكون توصل إن هي تبقى أشد وتحتاج لرعايات مركزة ومستشفيات وعزل. وطبعا لو زادت عن المقدرة طبعا دوت هيبقى مشكلة كبيرة. دكتورة بنلاقي حالات بتاخد يعني ساعات بتنقل المستشفى او يمكن في الطريق الناس بتموت، ايه اللي بيؤدي؟ يعني الاعمار بيد الله، ولكن بتكلم على فيروس، احنا كان بعض الناس يقول لك الفيروس ده سهل وبسيط، ولكن في ناس بتموت في ساعات قليلة. نشوف بقى الحالات دي هي السنة قد ايه، وهل هو عنده امراض قبل كده، سواء كان امراض في القلب او الضغط او السكر او اي مرض الكانسر بعد الشر او اي حاجة تانية. هو حالته الصحية قبل الكورونا كان ايه. فطبعا الناس اللي بيبقى عندهم امراض دي لازم يحافظوا على نفسهم جدا، وخاصة السن الكبير، وهم دول معظم الحالات اللي بتتأثر بشدة وبتحتاج لمستشفيات. فلازم يبقى الحذر. يعني مرض السكر ده لما بيدخلوا في المستشفيات بص تلاقي السكر عالي أضعاف أضعاف ما هو متوقع، فالفيروس بيأثر عليهم بشدة.